بسم الله الرحمن الرحيم. أدعو الفنان بي والأخبال ليصاحبني بآلة التدنيت. ولد الهدى والكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء. ليلة مولد هذا الرسول عمت الأنوار بشكل كود، وعم الجود لا أحد يقول عمت الأنوار وعم الجود. تحية طيبة فخامة رئيس الجمهورية، وتحية كذلك لأصحاب المعالي الوزراء والسادة الحضور وساكنة مدينة ولاتة وضيوفهم وزوارهم الكرام. فخامة رئيس الجمهورية، أهنئكم تهنئتين، أولاهما بمناسبة ذكرى مولد الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه الذكرى التي أحييتموها بهذا البرنامج، هذا المهرجان الفريد، هذا المهرجان الذي يعد إنجازاً صرفاً لكم، إنجازاً يذكر ويحسب فيشكر لكم. التهنئة الثانية بمناسبة عيد الاستقلال الوطني، هذه الذكرى المجيدة، هذا العيد الذي تفصلنا عنه مكانياً 90 كيلومتر، وتفصلنا عنه زمانياً 7 أيام. هذا العيد الذي أخذتم على أنفسكم بعد أن كان المواطن في الداخل يعيش أفراح العيد في على شاشة التلفاز أو الراديو، الآن تخليد العيد أصبح بفضلكم وبفضل سياستكم النيرة أصبح هنا لا مركزية تخليد الاستقلال. أنتم تعيشون أفراح العيد مع كل السكان شيباً شباباً أطفالاً معهم في داخل الوطن. بيّوا الأخبال، لا إله إلا الله. هذا أطلع من مريميدة مظاهرات على قاف في التغني بأمجاد الوطن والاستقلال. نفدوك يا موريتاني ونحموك بقل رجلتنا، ونبنوك بناي فاني الأعمار يعكس فكرتنا. نفدوك يا موريتاني ونحموك بقل رجلتنا، ونبنوك بناي فاني الأعمار يعكس فكرتنا. نحنا الشعب اللي قاوم برواح الأبطال وداوم، إلين حرر مساوم البلاد من جور الفتنة. وفذاك يا خي مراوم جهود ذا الشعب بعتنا، نفدوك يا موريتاني. هويتنا عربية تنضاف للإفريقية، والدين الإسلام في مية محصن بسنيتنا، والعلم بينا يقيح ملوفات وعلمتنا. نفدوك يا موريتاني ونحموك بقل رجلتنا، ونبنوك بناي فاني الأعمار يعكس فكرتنا. تكوين ذا الشعب القانع يدل عنه مسامع، فئات تنوع جامع في الحق يحمو الفتنة، ومعاه تعايش مانع هو المتن وحدتنا. نفدوك يا موريتاني ونحموك بغل رجلتنا، ونبنوك بناي فاني الأعمار يعكس فكرتنا. في الشر يخوف بينا، في الشر يخوف بينا، وفي الخير يبرك فينا، والجار تكال علينا ويقد يفلش كفيتنا، ويقد يفهم حكينا، ويقد يفهم حكينا، ويقد يتلف كلمتنا. نفدوك يا موريتاني ونحموك بقل رجلتنا، ونبنوك بناي فاني الأعمار يعكس فكرتنا. 55 سنة مجال زمني عاطي بالتلفات المقارنة بين أحوال 50 مع 5 سنوات، والاستقلال لا الاستقلال في السيادة والإنجازات. لمن اللي كان قبيل أطرش ومعداته جمع من الطش، أراه المغيطي لحرش يعرف ذاك وتورين الفات. عاد اليوم مكن وفلش وحصل زادع المعدات، ومأمن حدوده بالغرش بالعتاد وبالطائرات، ويكافح الإرهاب اللي غش وتلف فيه بعيد الصولات، والاستقلال لا الاستقلال في السيادة والإنجازات. المقيطي والحي الساكن وتخطيط القصر للساكن وفك العزلة عن مساكن للخلق الرابي في الكبات، إنجاز وحلم ولا ماكن تحقيق دون القرارات. نسيت ذاك المداكن
من شي ما فيهم بديات، جاء الخير وعاد ماكن تأهيل وعاد فني مروات والاستقلال، لا الاستقلال في السيادة والإنجازات. من قد البنى التحتية ورشة قطعا مرئية، اللي هي موريتاني، من قد البنى التحتية ورشة قطعا مرئية، طرق طول وحضرية والموانئ والمطارات وعراو طليان في مية، وكثر الضوء وكثر الديات وتصدير الطاقة ذكية من الفايض من ميجاوات والمعامة من سبحية كل نهار جير التوات والاستقلال، لا الاستقلال في السيادة والإنجازات. حرية التعبير والكلام وتحرير الفضاء بتمام وتعدد وسائل الإعلام وسمي الرئيس وشخصيات الدولة جملة واتهام سير النظام بالإشاعات ودعم الصحافة في المهام، هذه فر إنجازات طرات ومعها ياسر من شهام قولوا ما يحتاج التنعات والاستقلال، لا الاستقلال في سيادة الإنجازات. والمجال الاقتصادي في النمو ما هو عادي، به التفتيش المتمادي في تسيير المؤسسات والفساد اللي معادي والخيرات اللي هون سكات، والثقافة عادة بادي بها الاهتمام ودوات، محل الشاهد احنا في مهرجان المدن القديمة، والثقافة عادة بادي بها الاهتمام ودوات بالمدن، والثقافة عادة بادي بها الاهتمام ودوات في التراث وبه تنادي في المدن بالمهرجانات والاستقلال، لا الاستقلال في السيادة والإنجازات. يبدو أن المقدم يليح، هناك مازال في شعبتي الكثير. شكرا جزيلا، السلام عليكم ورحمة الله.